صباح الفل، صباح العسل، صباح الورد، صباح العندليب، صباح السكر. الله يعينكم. ازيكم يا احلى متابعين واحلى حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وفتن من الصحه والسعاده والعافيه يا رب. النهارده بقى يوم جديد وفيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا رب كده تكونوا بخير وفتن من الصحه والسعاده. عايزين منكم بقى النهارده تتابعونا وتحطوا لنا لايك وشير والقناه كده، ونشوف مع بعض الاسعار بتاعتنا الحلوه الجميله دي. طبعا الخضار اهم حاجه في البيت، مع شويه الفاكهه دول حلوين جدا وجميل جدا. رحنا السوق بقى وجبناهم معانا. اهوت الخوخ الكيلو الكيلو ب35، او ممكن نجيبه ب30 برضو، او الكيلو نص ب50. الطماطم بقى جميله جدا، الكيلو ب5 اهي، حلوه جدا اهي. وجبنا سمك برضو، السمك جميل جدا، الكيلو فيه الكيلو فيه الكيلو دي ب60 جنيه، وفيه ب50 برضو، اقل من ده شويه. بس طبعا احنا جبنا الايه يعني اللي من الغالي او الرخيص او المتوسط. بالنسبه بقى للموز، الكيلو ب20 جنيه، بس حلو جميل جدا، مش وحش، لو انه في حته سمرة كده بس حلو. البطيخ بقى اللي حلو جميل جدا النهارده، من جبناه من السوق، الواحده ب20، او ممكن تجيبها ب30 او 40 لو كبيره عندي شويه. العنب برضو الكيلو ايه ب30 جنيه، وفيه ب50، دي ب30 اللي هو متوسط، لكن الكبير اللي حبيت اكبر من ده شويه ب50. الجرجير بقى والخضر اللي ربطين ب5، الملوخيه الربطه ب5 برضو. البطاطس هي اللي جبناها جميله جدا، اللي هي الاسبونطه دي. البطاطس الكيلو فيها في الاثنين، في الكيلو ب15 اللي هي الاسبونطه، وام عين حمرا التانية ديت الكيلو 2 كيلو ب25. دي الزبونتة اللي هي الطويلة دي. بطلعها لكم بوريكم الحلوة يعني منها. اما ام عين حمرا التانية الاتنين ب25، دي ب15، الحلوة دي ب15، ام عين حمرا التانية اللي هي في الكيس التاني دي الاتنين ب25 اهي. اللي انا بوريها لكم التانية دي اهي، الكيلو ب25. بالنسبة بقى للمشمش اللي هناك دوت، الكيلو فيه ب35، وفيه ب30 برضه، ممكن تجيب الكيلو نص ب50، نفس سعر الخوخ. بس طبعا حبيته حلوة وكبير جدا واحمر وحلو، يعني الصغير ما بيبقاش حلو في الاكل، هو الكبير دي، لان طبعا بتبقى الحبية بتاعته يعني حلوة في قلبه كده، مش زي الصغير بتبقى كلته بيزر ما بتاكلش. العنب اهو زي ما قلت لكم احمر وحلو بس معسل، يعني الكيلو ب30 جنيه، معسل مش وحش. في بعض حباية خضرة كده كمان بس طالع جدا من الارض اهو، الفلاحين جامعينه يعني اهو. انا حبيت اوريكم بس السوق النهارده يعني عشان تشوفوا المشتريات بتاعتنا وحاجتنا الحلوه الجميله دي. وممكن بقى السوق اللي فات كنت جايبه ورق عنب، كنت جايبه كرنب. شوف الطماطم عامله ازاي، طبعا الطماطم ارخص حاجه في السوق، عشان كده جبنا كتير منها، جبت كتير. بالنسبة بقى الطماطم دول 2 كيلو، هما برضو الكيلو ب5. ممكن بقى الواحد يعمل شوية صلصة بقى، كل سوق كده تجيب لك حبة تعملهم صلصة، مش هيقولوا لا، لحد بقى متحوش كتير، لان الصلصة رخيصة. او ممكن تجيبها عادية وتعمليها برضو، مش هتقول لا، لان زي ما انتم عارفين الطماطم الايام دي الكيلو ب5 جنيه، رخيصة جدا. الحمد لله يا رب، عقبال البطاطس بقى لما ترخص روحها. المشمش دي يا جماعه مسكر جدا، كنت بحسبه مش معسل بس طلع معسل، لان بسم الله ما شاء الله يعني لسه طالع، المفروض ما يبقاش مسكر، بس الحمد لله يعني اللي هو كده.